نايمه؟ خليني اخد عنك، روحي انت ارتاحي اختي مارينا. معلش مش تعبانه، بدي اقعد معها شوي. حاضر من الريسه. موجوعه؟ انت قادره؟ عم تتبسم. ما بعرف كيف بيقدر الإنسان يتحمل كل هالأوجاع بالفرح والبسمة. بمحبة يسوع من الريسة، شو هو وجعي أنا قدام ألامه؟ كمان هالمرة عرفت إني هون؟ هديك المرة هني عم بغيروا لي كتابك، قلتي لهم حاسة بوجود ابن الريسة، وما قبلت يغيروا لك إلا من بعد ما أنا أظهر. أختي، أختي مارينا ما عم ترتاح. لهيك أنا جيت آخد عنها. أختي رفقة، بدي اياك تخبريني قصة حياتك. أنا؟ شو بده يكون في بحياتي تيتخبر؟ ما في شي بيحرز. من بعد ما تخبريني بعرف إذا بيحرز أو لا. ما تخليني أقلك بأمر الطاعة. ما بتحرز. انت من الريسة واللي بترديه بيصير عادي. الحكي عن 80 سنة بده وقت، خاصة إذا اللي عم بتخبره ختيارة وعمية. قولك كيف صارت حملية من 80 سنة لهلأ؟ شو بتذكر منها؟ أمي. رفقة علمتني أول ما فتح عيني صبح أم الكل. رفقة؟ أمي هي كان اسمها رفقة، أنا اسمي العلماني بطرسية الشبق الريس. وبيك؟ مراد عم يتعب كتير يا أختي. الحيل من بعضك يا أختي. نشكر الله دايما، المهم يضلوا بصحتهم. الحقلة ما بترحم والحيلة ضايقة، بس كله لمجد الله. ليه ما جبتي هالصغير معك؟ كيف ما جبته؟ بس لما نشاف بطرسية برا ما عاد بده يفوت. يا حني عم يلعبوا سوا وما عبالهم شي. العذرة تحميهم وترد عنهم. هودي لأمي، تعملون عقد لأمي يلي بالسما. العائلة أساس كل شيء. سمعتيني؟
يلي بيعرف يسكت بيعرف يسمع. ايه بس هلا ما بدي اياكي تسكتي، كفي. الايام عاطله يا مرا، حروب وضرايب، مدري شو رح يصير. الله بعين. امتى ربنا رح يريحنا من هالعذاب؟ لما نتعذب قد ربع ما هو تعذب عنا. بحق لنا نسأل. معك حق. يا رب تسامحني وتعطيني نعمة الصبر. يعطيك الصحة ويديما نعمة. لو ما أنت حدي ما بعرف شو كان صار فيي. العطر حدنا كلنا. ما كان معقول تنقي أحلى من هالاسم رفقة. حبيتها العذرة بكير. كان عمري شي 7 سنين. ضل عنا على البيت. بطرسية روحي لعنا وعشية أنا بردك على البيت. بدي فوت أسأل أمي. بيي ليش زعلان؟ لو خبرتك مش رح تفهمي علي. بعرف، لأن أمي تركتنا. الحالة عاطلة، حرب وعسكر من هون ومن هونيك. لقمة الخبز ما عم بقدر دبرها. يا أمي رفقة قولي لأمي العذراء تبعث له لبيي خبز. يا أمي العذراء قولي لابنك يسوع يعطينا خبزنا كفاية يومنا. أعطينا خبزنا كفاية يومنا. أعطينا خبزنا كفاية يومنا. لوين؟ على المعجن. فاضي. بعده فاضي. بيي لما كانت أمي معنا ليه ما كان يفضل معجن؟ ايه شو قلت يا مراد؟ يعني يا خواجة أسعد ما بعرف، الحالة من مال وبطرسية من مال، لا قادر شوفها عم تكبر بالفقر ولا قادر فكر اني ما رح اتصبح واتمسى فيها كل يوم. الشام بعيدة. بعدين المرحومة امها. قولك بترضى علي اذا شغلتها خادمة؟ ما تقول خادمة يا مراد. انت بتعرف اسعد البدوي لما بيعطي كلمته. بطرسية رح بتكون بنتي. رح بتساعد هلاني بشغل البيت وبس. ويشهد علي الله انك يا بطرسية رح بتكوني مثل ولادي وأعز. عمر 10 سنين يا مراد، وبهالعمر البنت رح تكبر ولازمها حدا أم توعيها وتفهمها. ولك علي يكون أنا هالأم وجهازة علي غير تعبها وإجرتها. وبكرة لما بتتيسر الأمور وبتتحسن الأحوال
والبدي بنتي بتشوفها عندك عروس كاملة مكملة. 4 سنين يا كفا، 4 سنين ما شفتها البطرسية، اشتقت لها. أولك رح تحبني أو رح تزعل إنك رح تتجوزت؟ بنتي هنية يا كفا، بكرة بتشوفي. لو منا هنية ورضية كانت تبعت لنا أجرتها كل هالسنين. قال لي جريس المكاري إنه أسعد وهيلاني حابينها كثير وعن يعاملوها مثل بنتهم، قد ما هي محبة وخدومة وتقية. وهيلاني مرته قالت لي رح تجهزها كأنها عروس. وأسعد البدوي رح يرضى تتركوه؟ هو وعدني لما أطلبها ترجع بيبعتها دغري. الله يرد عنهم ويجيبها بالسلامة. الله معك، الله يحفظك. بطرسية؟ لا الحمد لله على السلامة. تعي تعي طبوسك. مراد مراد اجت بنتك. يا عيشتي يا عيشتي. قلت لك بتكون صارت صبية. بطرسية هذه خالتك كفا، كفا حملي معي هالغراض. يا أمي ساعديني تأفهم. شفت بنت خالتك كيف صارت؟ يخزي العين شو هالجمال. خاطرك لوين؟ أنا مع مين كنت عم بحكي؟ معي، وأنا كنت عم بسمع. بنت خالتي يخزي العين شو هالجمال. بخاطرك ليكو يا عمي مثل اللي عم يحكي بالطحون. عرفت انه بيت البدوي جهزوها جهاز كامل مكمل كمان يخزي العين. مش عم بتولدن معك يا ابني، لازم ترجع تشوفها تحكي معها. بكره بعد سنتين زمان بحومه حواليها العرسان. من هلا لسنتين زمان الله بيفرجها. بخاطرك مع السلامه. فانا رح امطرك. انا بعرف شو بدي اعمل. ايه ما بيخلي حدا بعقله. كبينا العدسات وتركنا البحصات. يا عدرا يا امي، انت اللي ساعدتيني افهم يلي عملوا بيي واقبله. ساعديني وعلى مين احب. ساعديني ضل اتذكر انه كل الالام الارض ما هي الا نقطه ببحر الالام اللي تحملها ابنك على الصليب. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد. امين. يعطيك العافية بيي. لوين؟ حضر لك المي. هلا كفا بتحضرها. بساعدها. بطرسية الله يرضى عليك يا بنتي. قالت لي كفا انك عم تساعديها بكل شيء. يا بنتي بدي اسألك سؤال. لين قلتي الصورة لهون؟ سألت مني؟ لا بس بدي افهم ليه. هون مع هالصورة بحس حالي مع أمي، بحسها عم بتصلي معي. إنه أنت مش زعلانة؟ لا أنا فهمت. أنت فهمني. هلا بعد القداس بدنا نروح عند جوز خالتك. روحي أنت، أنا رايح جزدورة مع الشباب. يا ابني يا حبيبي، العين عم تتفتح على بطرسية مرات بيا، عم بتحاورك بدها تعطيها خيا.
هلا بعد القداس بشوفها وبحكي معها كرمالك. بس على البيت مش رايح. ليش هي عم تجي على قداس الضيعه؟ ما بشوفها غير طالعه تقدس بسيده النجا. ايه كنيسه القريبه ما بتشفي. ابونا يوسف الجميل شكل عن غيره؟ ما بعرف، برتاح اسمع قداسه اعترف عنده، ولما يصير يخبرني عن الجمعيه بحس اني وحده منهم. اي جمعيه؟ جمعيه قلب مريم لارتداد الخاطين، ما سمعتي فيها؟ راهبات يعني؟ بنا يوسف جمعهم تيتدربوا على التعليم بالمدارس. انتو ثلاثه اذا رح تضلوا تحكوا عن هالشغلات اخرتكم راهبات. خدمه الله ما بينحكى عنها بهالخفه. منيح عم نتولدن. على كل حال طلعي هونيك شوفي كيف عم يتوشوشوا ويدلوا عليك. شو الصبايا لوين؟ هيدي بطرسية معهم ما رح يردوا عليك. صبحنا ست بطرسية. ولو الصباح لله. بطرسية بدي احكي انا وياكي، وين بقدر شوفك؟ ورا الكنيسة. ابنتي تشوفي. وين؟ ورا الكنيسة. إلنا شي بيضحك؟ ورا الكنيسة يا أبضاي، يعني بالمقبرة، يعني بعد ما تموت. كل ما جبلة سيري تتهرب. حكيت عن خيي؟ ما قلت إلا لمين ولا أيمتين. ما بلحق إلا يا بيي أنت صرتي صبية جمال وأخلاق، ونشكر الله جهازك متمم ما بتخليني كمل. يا بتقلي أي مكنس، يا بتظهر تصلي، يا بتسألني إذا عم بتعب. حيرتني. أولك فكرة بحدا لا تكون خالتها عم تقنعها بابنها. لا خالتها ولا غير خالتها، ما بسمعها غير بتقلي طالعة على سيدة النجا. يا هلا بزنبقة حملية. نهارك سعيد بنا يوسف. كيفك اليوم؟ الحمد لله. بكي شي يا بنتي؟ محتارة ضايعة، حس بدي أحكي مع حدا بس تفقد الأمي. وأمك اللي هون سيدة النجا. بنا يوسف قلي شو بعمل. العذراء بتقلك احكيها اسأليها. خيلتي بتحكيني عن ابنها، ومرت بي عن خيها، وبي لما يشوفني بصير يلمحلي. وانتي؟ عم فتش على خلاص نفسي. لما يبلشوا يحكوا بهالامور بحس اني ما عم بسمعون. يا اما ما بدي اسمعون. ارشدني. اسمعي صوت الرب لسبد ما يرشدك. دورك بطرسية. وين شاردة؟ باللي صرنا حكين عنه كتير. والنتيجة؟ قلبي بيقلي اطلع عند العدات بمرياس شوية. تستحبسي؟ ليش لا؟ وانت؟ ما بعرف، هيك نقضي حياتنا بعيد عن الناس. مش هينة بعيد عن الناس بس قراب من يسوع. القرب من يسوع يا محلاه يا بنتي، بس كمان بتقدر تكوني قريبة من يسوع لما تكوني قريبة من الناس. كيف؟ قلتي لي عم تفكري تترهبي. نعم.
وتستحبسي. طالما بعدك عم بتفكري خدي وقتك وفكري، يمكن ربنا يقلك انه طريقك تتجوزي وتكوني عيلة صالحة، يا اما طريقك تستحبسي وتقضي حياتك بالصلاة، يا اما تترهبي مع خياتك بسيدة نجا. بمر الياس شوية بتكرس كني سوا لخدمة يسوع. انا مبسوط انك عم تسمعي دعوة الرب. بونا ما بدك ياني اترهب؟ مش انا اللي بدي او ما بدي، هو انا كل اللي بقول لك اياه الاستحباس خدمه للرب، والرهبه اللي بتربي وبتعلم وبتدل الناس على طريق الرب كمان بتكون خدمه للرب. انا علي خبرك وانت عليك تصلي لتعرفي طريقك. وقال لي كمان انه رح تجي ايام تفوت فيها افكار غريبه ومؤذيه على ايماننا واخلاقنا، وانه لازم يكون في رهبان ورهبات متشربين روح يسوع يعلموا الصبايا والشباب ويثبتوهم بالايمان، لانه متى محمينا نفوس بنحمي العائله. حكيته حلوين. اوقات ما بفهمهم كلهم بس بحس فيهم، بحس انه لازم اسمع بعض. وانت بدك تعلمي؟ ليه انت بتعرفي تهجي؟ بلا ولدنه، ليه هني رح يبعتوها تعلم قبل ما يعلموها؟ بعد ما فهمت، رح تترهبي او لا؟ دايمة صحتين. ما شفتك شربتي. صرت شربانة كتير اليوم. شربانة كتير يما معي انا ما بينشرب ابدا. زيارتك عزيزة على قلبي، بس شربت أنا ومراد قبل ما يروح على الحقلة ورجعت شربت مع خيي. خيك؟ كترانين زيارته بهالأيام. في ماني؟ ليك يا كفا، خلينا نحكي أشكرا. خيك عم بيحاورك كتير وكله منك، إذا فكرك تعطيه البطرسية هالشي ما رح خليه يصير. سيني سنينك عبطرسية لابنك؟ بنت خالته وربيانين سوا، وهو أحق. من أي متى في أحق بالجازة؟ أهلا للبنت بقرره والكلمة البيا. بيا؟ ما بيا أنت اللي بتطبخيها وشويشة المخدة. احترمي حالك وضب لسانك. طبختي أنا هي رح تتاكل، وطبختك طبخت بحص. بحص اللي يرجموكي فيا حية يا خرابة البيوت. من جابك مراد مطرح القديسة اللي كانت عنده؟ قديسة إيه؟ بس أختها. بخرت امك قبل ما تحكي عني، وروحي ضبي حالك وضبي خيك. ليكي ليكي اكفى، اذا بعرف انه دعس بهالبيت والله والله لهدم السقف على راسك وراسه. بطرسيه لابني. بطرسيه لخي، وش راس عرسه رح تسمعيها عن قريب وتحترقي بنار نار جهنم اللي تقشك انت وياه. تقشك انت يا حيث القش. انا حيث القش. يا أمي يا أمي دخيلك يا أمي يا أمي رفقة يا أمي العذراء يا يسوع، بجاه ألامك نورني. يا I'm
كتر خيركم. قد بدك وقتها تودي الجرة على البيت؟ قلنا ما رح تجي. أنا قلت لهم يمكن عندهم ناس بالبيت، يا ابن خلتها يا خي الست كفا. أنا طالعة سيدة النجا. اليوم مش الحد. طالعة أترهب. تطلعوا معي؟ دايماً كنا نسأل حيلنا، حتى أنت دايماً تتولدني، بس دايماً كنت تسمعينا وقلك تلتين الخاطر. تطلعوا معي؟ أنا بطلع، وأنا كمان. أنا بدي ضل بعد. إذا شفتكن ثبتوا بالرهبنة بلحقكن. مع السلامة. الطريق يلي نقيته هي تأهرب من يلي عم بيصير ببيتنا، رديني على البيت. وإذا كانت لخلاص نفسي ثبتيني فيها. تتتهم من حملايا؟ نعم من الرئيسي. هلا منشوف. أهلا وسهلا. قالت لي أختنا أنكم قاصديننا تتكونوا منا. بكل إيمان ومن كل قلبي بترجيكي من الرئيسي تقبليني. وأنا كمان. وأنا أهلا وسهلا فيك يا بنتي. وأنتو خدوا بعد شوية وقت، صلوا أكتر ورجعوا، وإن شاء الله بتنقبلوا. الحقينا يا بنتي. نيالك أنا سمعتها، هي قالت لي بتترهبي. العافية. الله يعافيك. اتركي شغلك ومشي معي. ما سألتيني لوين؟ أنا وصلت مطرح ما بدي. هون ما بقى بدي أسأل لوين. أمك وبيك هون بدهم يشوفوكي. بيك عم بقول جاي يردك على البيت. دخيلك دخيلك. لا هو أمك وبيك يا أبو طرسية، شو فيهم؟ لا يا ريت امي بتاخذني لعندها ولا بترك الدير. ما امك هون بدها تشوفي. لا هيدي مرت بي، امي توفت انا وصغيره. ما بتحبيها؟ بحبها، بحب بي، بحب كل الناس، بس خليهم هن بمطرحهم وانا بمطرحي. انا مطرحي هون بالدير. بترجيكي عفيني.
ما رحت شفتيهم؟ لا يومتها ولا غير يوم. من لحظة اللي قالت لي فيها بتترهبي رجع لي كلام يسوع: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه وليترك كل شيء ويتبعني. وما اشتقت تشوفيهم أبدا؟ كانوا معي بصلاتي كل دقيقة. كافي. ضليت أخدم سنة وشوي بالدير بتيابي العلمانية، ويوم عيد مرمرون كان أكبر عيد إلي بالرهبنة. لبست ثوب الابتداء بجمعية المريمات. ونقيت اسم رفقة؟ لا، رفقة بعدين. لهيك لما بعت لي سيدنا انه المسيو فيريه بده حدا يهتم بالبنات بمعمل الحرير بشبنية ويعلمهم تعليم مسيحي، دغري فكرت فيك. مسؤولية كبيرة يا بونا. تتذكري لما كنت تجي لعندي محتارة كيف بدك تنقي طريقك؟ أكيد. ونقيتي؟ بصلاتك وبريدة أمي العذراء. لما نقيتي هالطريق نقيتي المسؤولية الكبيرة. من هنيك ورايح كل المسؤوليات بتهون. شوفي يا أخت بطرسية، أنا متابعك من أول يوم جيتي فيها سيدة النجا، وأملي فيك كبير، إيمانك ثابت. خلي شاع حواليك وين ما رحتي، وبإرادة الله بضوي الطريق لكتار غيرك. لا يوقد سراش ويوضع تحت مكيال. نعمة ما بستحقها، كتر خيره عم يستجيب لصلاتي. من لما ندرت ندري الأول بغزير قلت له: ابنك علمني عيط لك يا بيي. أبانا، أنا بنتك بين إيديك، عمول فيي يلي بتريده، لتكن مشيئتك. من الندر الأول لسرير الوجع لتكن مشيئتك. كل ساعة كل دقيقة. ندرك الأول كان بغزير، ورجعت لها بعد كم شهر، بس هالمرة للشغل. كان علي خدمة المطبخ، وبتعرفي جمهور إكليريكية غزير كانوا كتار. كنت أتعب كتير. أنت تتعبي؟ أكيد. ما أنا ما كنت مثل هلأ. أختي بطرسية تركي هلأ، منخلص تحضير لبكرة ومنساعدك. رح أخلص، تركي لنا شوي. المهم الشغل ينعمل، مش مهم مين بيعملوه. أنا وهلكت اليوم، بقى كيف أنت؟ تعبانة، ما بقلك لا. يعني رح تنامي دغري؟ يما كمان مثل العادة. مثل العادة، لازم أتعلم. رهبانتنا دعوتها أتعلم. وأنت بدك تعلمي؟ ليه أنت بتعرف تهجي؟ بقى لازم صير أعرف هجي. تهجي؟ الرب يحرسك. ليلية بعد الشغل راي وكتب وخط وحساب، رح تصيري تعرفي أكثر من بونا الرئيس. شو ناقصكم شي غراض بالمطبخ؟ يعني شوية غراض بس مش هاي المشكلة. شو فيه؟ شغلت لي فكري. المشكلة هي زيتها. نبعت الأخت بطرسية لتجيب الغراض، بتغيب غاية المستحية. اتركها يا ابونا اتركها. عم بتأخر عليها شي شغل هون؟ لا. عم بتغيب عن فروض الصلاة؟ ولا مرة. عم بينطلب منها شي وما عم تعمله؟ تعمل حتى ما بينطلب منها. بس شو قصة العيقة؟ العيقة من الأخت بطرسية بعرف أسبابها،
يا إما عم تعلم وترشد بالبيوت يا إما بعد في هلق مسة مارتا. كتر خيرك يا بنتي عن تعبك معنا. رح فوت اجلي لك هالصحنين وامسح المطبخ، بكره ما رح تنصوبك، بعد بكره. الله يرضى من عنده يرضى عليكي يا بنتي ويوفقك باخرتك. عم انطانيوس عايز شي؟ بدك شي؟ فهمت عليك مش نسيتك. أنا قلت جيبونا المدبر يزور الجمهور ويستفقد المدرسة، رح يطلب منا الرئيس أكل فخم ودسم، أتاري ما في شي تغير. بيقولوا بونا المدبر كتير متواضع. بس كلمته ما بتصير اثنين. بتعرفي إنه لولاه ما كانوا قبلوا يخلوا تلاميذنا يتعلموا عند اليسوعية؟ قاعدة على الصفرة. بونا المدبر؟ بارك لنا هالميدة. ما منتقدم عليك بونا الرئيس. يا رب بارك هالميدة، بارك اللي حضروها، بارك اللي رح يشاركوا فيها، واعطينا النعمة حتى نفكر دايما باللي ما قادرين ياكلوا. اعطيهم نعمتك وخبزك كفيت يومهم. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. بطرسية بونا المدبر بالأول. بونا المدبر أخت بطرسية من حملية من المريمات، راهبة فاضلة وتقية وأكلتها طيبين. أخت بطرسية بونا المدبر بونا نعم طلع الحرديني. حلك البركة علينا وعليك يا بنتي. شهدت بونا الرئيس فيكي بتكبر القلب. نحن هالأيام بحاجة لرهبان ورهبات يعلموا الصلاة والتقوى. صلي لنا. أنا بصلي وأنت صلي، كل واحد منا لازم يصلي، لأنه يا بنتي بالآخر الشاطر اللي بيخلص نفسه. مات بريحة القداسة، كان أول الشاطرين. قديه ضليتي بغزير؟ 7 سنين. وبعدين موجوعة؟ نوجعت يا من الرئيسة، نوجعت لوجع الأبرية بدير القمر. ب860 أنا كنت بدير القمر وقتها، نقلوني من بعد ما جددت ندري. رح أتعلم التعليم المسيحي، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. أيام بشعة تنذكر وما تنعاد، صور بتوجع، بتوجع كتير. Thank you.
خلصيني. قتلوا بيي واخوتي ولحقيني. لما يسألوني إذا موجوعة برجع بتذكر وجع الناس هديك الأيام، خوفهم، بتذكر اللي ماتوا، اللي شافوا ولادهم عم بيموتوا، اللي احترقت بيوتهم، اللي انزلوا. بقول كتر خيرك يا ربي، شو هو وجعي؟ لتكن مشيئتك. نحن المريمات تركنا دير القمر، ورهبات قلب يسوع تركوا زحلة، وأنا ودتني الطاعة لحتى أعلم بجبال. الله ياخد بيدك يا أنطون ويعطيك عقد نيتك. أنا شو عملت يا خي فارس؟ ربنا أعطانا من نعمه، والله يرحم اللي ورط. يمكن ربنا حرمني من الأولاد تقول لي يا أنطون خيرك ما لازم يتنعم فيه ولد أو ولدين وبس، خيرك لازم يعم الضيعة كلها. وما عم بتقصر، هيدي المدرسة تعمرت وتجهزت، وبنات الضيعة ناطرين بالنطرة، بدنا مين يعلم. جمعتنا اليوم كرمال هالشي. خبروني بمدرسة الرهبات بجبيل في راهبة مريمية فاضلة اسمها الأخت بطرسية، الكل بيحكوا عنها بالمنيح، علم وموهبة بالتعليم وفضائل الرهبانية. شو رأيكم نطلبها مع رهبة تاني يجوا يعيشوا عنا بمعاد، يهتموا بتعليم ولادنا وولاد الجوار؟ الرأي رأيك خي أنطون، أنت أدرى بمصلحة الضيعة. منتكل على الله ومنطلب من الجمعية يبعثوا لنا إياهم. بيقبلوا يبعثوا رهبات يعيشوا برات الدائر بضيعة؟ مأكد بدهم إذن من البطرك مسعد، والبطرك بيعرف مصلحة رعيته وبيعرف أهمية العلم، بس بد ما يوافق. بس وين بدهم يسكنوا؟ بالبيت، ما في الا انا ومرتي، ومفضيلهم نص البيت بعيشوا على راحتهم. انا مستعد خليلهم البيت كله داير واكثر من داير. هالخواجه انطون ما في منه، يا ريت كل المقتدرين بيساعدوا اهل ضيعتهم مثله. مثل ما كان يقول لي بني يوسف الجميل، الإنسان حتى يخدم ربه مش ضروري يكون راهب، أوقات بيخدمه بحياته العلمانية أكتر. عمل الخير أختي مريم مش حكر على حدا. جميلة قلت لي إنه أمها عازمتنا على صحن تبولة نهار الحد بعد القداس، كمان ما رح تروحي؟ تعرفيني ما كتير بحب الزيارات. شو هي خطية؟ يسوع كان يزور الناس ويتعشى عندهم. يا ريت منتشبه فيه بكل شيء، وأول شيء بألامه. يعني ما بروح؟ لا روحي، ضروري الأهالي يحسونا معهم ومنهم، لازم يوثقوا فينا تيودوا لنا بناتهم يتعلموا تعليم مسيحي. مثل ما كان يقلي بونا يوسف، البنت رح تصير أم، والأم أساس العيلة، علموها تتعلم ولادها،
وهيك بتضل روح المسيح بعيلتنا. الحمد لله أهل معاد وجوار واسقين فينا ومكترين، صاروا 60 بنت. صلت ربنا يعطينا القوة نهتم فيهم مثل ما لازم. أختي بطرسية أوقات بتعجب منك. بشو؟ 60 تلميذة، قد ما يكون الإنسان صبور وبيتحمل إلا ما ينزعج. ولا مرة شفتك حمقتي على وحدة منهم أو رفعتي صوتك. لو حمقت عليهم وجيت بدي أعلمهم أنه الغضب خطية، شو بكون عملت؟ تعليم يا أختي مريم بالمثل أهم من التعليم بالكلام. يعني ما رح تروحي تاكلي تبولة؟ قلتلك عفيني من الزيارات. تفضل. أهلا نسرين. أخت بطرسية جاي تقلك أنه بكرة ما رح أقدر أجي على المدرسة. ليه؟ أمي مريضة ولازم ضل حدا. مريضة؟ سلمتها. تريني جاي معك. لوين؟ إما لنسرين مريضة رايحة زورها. يعني هاي مش زيارة؟ أختي مريم المسيح قال كنت مريضا فزرتموني. ما جاب سيرة التبولة. ولازم تفهموا انه لما يكون الخوري عم بيقول كلام التقديس على المذبح بيكون يسوع بيناتنا. يعني لازم تحنوا راسكن وتتأملوا بهالسر العظيم. تعظم نفسي مش هين هالقرار اللي اخذوه اليسوعي. ما فهمت، يعني المريمات ما عادوا راهبات؟ مش هيك، المريمات ورهبات قلب يسوع بزحلة صاروا رهبني وحدي. والخيات؟ تركولن الحرية، يا بينضموا للجمعية يا بيعفون من ندورهم وبيرجعوا للحياة العلمانية.
انت شو قررتي؟ مش انا اللي بقرر، يلي دعاني لازم يلهمني. بهالسهولة بيقولوا لنا خلص حلينا الجمعيتين؟ بهالسهولة بيقولوا لنا يا بتنضموا للجمعية جديدة يا بترجعوا للحياة العلمانية؟ وندورنا قالوا فسحوا ندورة ويلي ندرنا له. أختي مريم، ما تفهميني غلط، أنا ما عم دين حدا. قالوا إنه ندورنا بسيطة وموقتة. ما تأيدي على كلامي، أنا عم قول يلي أنا عم حس فيه. أنت بتقدري تعملي يلي بتريديه، ولا أنا ولا غيري إلو حق يدينك. بطرسية 7 سنين بمعيد بين هالناس الطيبين والتعليم، حاسة إنه دعوتي كون من هالناس. الحقي دعوتك. عم فكر أرجع للحياة العلمانية، شو قولك؟ بونا يوسف كان يقلي القرب من يسوع يا محلي، بس كمان كان يقلي بتقدري تكوني قريبة من يسوع لما تكوني قريبة من الناس. وانت؟ انا حزينة كتير يا مريم، حزينة. لوين؟ لعنده. لازم يقلي، لازم يريحني. بدي اعرف ليه عيطلي وبنص الطريق ترك لي ايدي. يا يسوع بجاه ألامك، هديني على الطريق يلي لازم امشيها. رجع امسك لي ايدي. انت يلي بعثت لي بونا يوسف باول الطريق تيدلني اكثر على طريقك. انت خليتني اشوف الام ولادك دير القمر، تعرف اشهد لحياتي معك. انت سمحت لي جرب كون حبيت الخردل بين هالناس الطيبه بمعاد. ساعدني، هديني، ارشدني. يا أمي يسوع، يا أمي، يا رفيقتي بمزار حملية، صلي لي. بطرسية، الله معك. الله معك خوي جانطون، ما تواخذني ما انتبهت. خير يا بنتي؟ هي زعلانة، كنت عم تبكي؟ حدا زعلك؟ حدا من الأولاد قال؟ حدا من الأهالي قال لك شيء؟ لا أبدا خوي جانطون. أنا قلت مش معقولة، أهل معيد ما حبوا حدا مثل ما حبوك. طيب شو اللي مزعلك؟ ما بيخفى عليك اللي صار باليسوعية، وأكيد عرفت باللي صار برهبانتنا، برهبانة قلب يسوع. عرفت شي بزعل. محتارة بأمري، عم فكر روح عند الرهبنة البلدية. أخت بطرسية، بترجاكي تفهمي اللي عم قوله مثل ما هو.
ما تعتبري تشكيك. صار لك 7 سنين معنا، صرتي منا وفينا. الأولاد بحاجة إليك، وعيالنا إلو معك كتير. خليكي معنا، علمي رشدي، عيشي معنا. وإليك علي بيت ملك ورزق وجرح رزاني. خويجة أنطون، فضلك علينا وعدايتك ما بينتسى. بس لا، بس يا بنتي ما بهون علي. شوفك زعلانة، أنا مستعد أعمل أي شيء بيريحك وبيطمنك. ما بيريحني إلا حياة الرهبنة. حتى لو كل الضيعة طلبت منك اللي عم بطلبه، ولو الدنيا كلها قلت الملكينة، إيمانك كبير، ربنا يثبتك فيه. اخت بترسيه، انت بتعرفي انه اللي بدها تدخل على الرهبنة البلدية بتوجب عليها تدفع راتب، وكمان بحاجة لكلمة من مرجع مهم. الكلمة ربنا بيلهم اللي بيعرفوني عرفوا عني. والراتب علي انا. كتر خيرك. لا، كتر خيرك انت وخير الاخت مريم. هديك الليلة كانت ليلة ما بنساها. حطيت راسي على المخدة، ساعة أبكي، ساعة صلي. كنت بعدني عم فكر بكل اللي صار، بالإيد اللي حسيت فيها على كتفي بكنيسة نرجرس، بالصوت اللي قال لي تترهبي. ما بعرف كيف خفيت، شفت حالي بمطرح واسع متري حقلي متري. ترهبي بالرهبنة البلدية. الراهب مع العكاز مرمطانيوس إسحية، والفارس مارجريس. خويجة أنطون، أنا هلأ لازم أطلع على دير مرسمعين القرن عند الرهبات البلديات. كملي السنة عنا وسنة الجاي بتروحي. خويجة أنطون، مرتين نكزني على كتفي، مرتين. هلأ لازم أطلع. أنا صليت لالله يثبتك بإيمانك، وعدتك ورح أوفي بوعدي. راتب الترهب ومكتوب للمطران يوسف فرايفر، وبقدرة الرب تنقبلي بالابتداء بمرسمعين القرن. بس ما حابب شوف أهل معاد لمن يعرفوا انك تركتينا. رئيس العين بيوصي فيكي. كتر خيره. بتعرفي شو كان كتب له سيدنا عنك؟ ما قريت الورقة. مودي لك هالنعجة بلا. بطرسية، ليه اخترتي مرسم عين مش بكفية أو حملية أو مرلياس شوية؟ في كتير أسباب بقدر قلك إياها. مدورة برهبانتكن ثابتة، مثبتة قداسة البابا. بس في سبب أساسي وجوهري. شو؟ مش أنا نقيت مرسمعين، هن نقولي.
قلتي لي الثالث ما عرفتي رح تقبليني؟ مع احترامي لسيدنا وللرئيس العام توصيتهم فيكي أساسية، بس معقولة أرفض حدا بعدين والقديسين؟ بس بدي نبهيك لازم ترجعي لأول الطريق، يعني سنة بالابتداء بعدين القرعة بين خياتك الرهبات لحتى بإرادة ربنا تنقبلي للندر. من كل قلبي. فإذا أهلا فيكي بدير مرسم عين. من بعد إذنك. لوين؟ بدي زور كنيسة الدير تأشكر ربي على هالنعمة. أختي بطرسية بالكنيسة تشكري لي مرسم عين عن قريب. كتر خيركم جبتوني لهون ساعدوني. يا يسوع احميني، يا أمي ارشديني. أختي بطرسية، من يوم جيتي لعنا ما كان عندي شك إنه اللي ودوكي لهون رح يساعدوكي بسنة الابتداء، واليوم خياتك الرهبات بالإجماع اختاروكي بالقرعة لتنقبلي للنتر. أي اسم بتختاري يكون اسمك بالرهبني؟ رفقة. وبإذن الرب يا أختي رفقة بعد عندك سنة تاني قبل ما تلبسي الإسكيم. هالمرة لا، هي لازم تحمل القصاص. انت تحملتي كفاية واكتر من مرة. من بعد اذنك اكتر من مرة يمكن، بس كفاية لا. المسيح حمل خطايا العالم كله، اذا تشبهنا فيه بقصاص صغير شو بده يوصلنا لنقطة من ألامه؟ اسمحي لي. ممنونتك. أنا اللي ممنونتك. دودي حوت الفروش. وبداير مرسمعين القرن كان في أخت صحتها عقدتها ضل مريضة، سقعت مرسمعين ما كانت تويتيها، صار معها بالمفاصل. بس كان في حدا دايما أخت تهتم فيها وتسقيها زهورات وتقعد حدا. ويا معترة
رجعت ردت الدين 100 مرة. ليش انت هونيك خدمتيني لوحدي؟ ما كل الراهبات كانوا يمرضوا وحده ورا الثانيه وانت خدمتينا كلنا. يا مسكين، ما انتو كلكم كانت صحتكم ضعيفه ما عدا انا. ما بذكر اني يوم مرضت مثلكم. نعمه حكمه ربنا، يمكن صحتي المنيحه بمرسم عيني كانت نعمه منه تاهتم فيكم، مثل ما هي هلأ نعمته علي إنه عم بيخليني أتقلب معه. وإنتو حدي شربي نقطة مي. هنية كتر خيرك. كيف حاسة اليوم؟ تشكر الله. شدي حالك، أهل معيد بعرفهم قوية. ما بينسوكي بمعيد. لما إجا خي الخور غناطيوس يزورني خبرته عنك، قال لي إنه بمعيد ما بينسوكي، بضلوا يقولوا الأخت بطرسية قالت والأخت بطرسية عملت. وأنا ما بنسى معيد ولا أهل معيد. إنه فكرك لو ما كنت من معيد كنت اهتميت فيكي؟ لوين؟ أختي حني ما عم تقدر تتحرك بسريرة، رايحة أشوفها. إيه بس ولا مرة تلقيت فيها بمعيد؟ أختي مارينا، قولي للأخت رفقة صار لازم أمشي. مشي مع أختي مسيحية. أختي رفقة قالت إن الرئيس صار لازم نمشي. لوين؟ تنزيها السنوية أحد الوردية. قالت إن الرئيس منتنزه لنا ساعة ومنرجع. يا ريت بتأذن لي أبا. ما إلك بالعادة، متونس برفقتك. شفتي؟ قومي اقتنعت. من الرئيسة، من بعد إذنك بقدر أبقى هون؟ في شيء؟ أحد الوردية يحب أبقى بالكنيسة. ذكرينا بصلاتك. ذكرينا بصلاتك. يا أمي اسمحي لي هالمرة حكيكي بصوت عالي. قلتي لي بتترهبي، كنا سوا عندك بسيدة النجا، ومن يومتها عم جرب وين ما كنت بكل اللي كنت تطلبي مني أعمله، بغزير بدير القمر بجبال بمعيد بكل هالمطارح كنت قلك بقلبي يا أمي بعد في شي ناقص. بعد في شي ناقص تتكتمل حياتي يا أمي. أنا لما ترهبت قالوا لي أنت عروس المسيح،
بس العروس اللي بتشوف عريسة مجروح عم يتألم على الصليب وهي بكامل صحتها شو بينقل عنا؟ العروس اللي ما بتشارك عريسة اللي بتحبه بالألم ما بتكون عم توفي ندرة اللي ندرته قدام المذبح. حبيبي انت عريسي، انت ربي، اعطيني نعمتك تقدر كمل حياة الرهبنة. انت استاهل كون العروس. بجاه ألامك شاركني بألامك. تكون مشيئتك. ما ألامك لتكن مشيئتك. Thank you.
دايما لله. اختي ارسلي ما عم تلحق تصح تترجع تنتكس، وجع المفاصل تعبها كثير. عم جرب نقنعها انا وخي البونا غناطس ترجع معي ولم طيقتها على الشده. خبرني البونا غناطس انه اخذ اذن من سيدنا البطرك تيعمر دير ببلاد البترول. الله ياخذ بيده. بركه بعيلتهم، الله عطيني. قال البونا غناطس كل اللي بيطلع لي من بيت دومي رح اقدمه لعمار الدير. من بعد اذنك. لوين؟ رايح اشوف اذا اختي ارسلي معاوزه شيء. اختي رفقه شو هيدا؟ شو؟ صار لمده عينيك محمره بس هيدا اول مره بشوفها ورماني هالقد. فرجيني لشوف. لك الدنيا كمان بلشت. موجوعة؟ ماشي بينذكر. لا ما بيصير. أنا أقول أختي رفقة ما قلب العادي ما تطلع فيي لما تحاكيني. خليني روح عند أختي أرسلي. لا أختي رفقة لازم تشوفي حكيم. حاضر. ننطر تيصير في حكيم دير مرسم عين وبروح لعنده. لا أختي رفقة بتروح لعند الحكيم على طرابلس بتروح معك كاملة. بعدين حاول يفصدها برقبتها نزل منها الدم مثل النهر. كل يوم كان يكشف على الجرح تينطف وكمان يرجع ينزل الدم. ما في ولا مخلوق معقول يحمل الوجع اللي حملته. وهي بدال الاخ تقول مع الامك يا يسوع المجد اللي. وانا كل ما اشوفها كنت ابكي وبدال ما واسيها تواسيني. لمبارح منكون قعدنا شهر بطرابلس وكرمال عينا لورق. حالة اختي رفقة مش عجبتني. الا حكيم طرابلس بفيدها. من الرئيسة بونا مخيل السرعري بجوز يفيدها. بقولوا عنه شاطر وبيفهم بالمدويت. بكره ببعتها مع كاملة على سرعي. بدك ترضى. ما هي لا بتشكي ولا بتقول اخ. ترضى. وإذا ما رضيت ببعتها بأمر الطاعة. أخت رفقة منين جاي أنت؟ من حملية. مش وقت ولدني؟ لا هي أبونا مش عم تتولدان. هي من حملية. هي فهمت علي. منين جاي؟ لو أنك من البشر ما كنت هلأ قاعدة هون عم تتسمعي. كنت الصوت بالسما صوت بالأرض. الوجع يلي مفروض تحس فيه وحدة بحالتك ما بينحمل بهالبساطة. هي لا بتشكي ولا بتحكي. مش بإيدها تحكي أو تشكي. الوجع يلي عم تحس فيه ما بيقدر الإنسان يضبطه. مزبوط هالحكي؟ بونا مخيل بقدر أحكي أنا وياك لوحدنا؟ من بعد إذنك كاملة. دخيلك بونا مخيل ما تقول شي لأمنا الرئيسة. يا بنتي أنا عارف شو عم تحسي. الوجع ما بينحمل أكتر من وجع يسوع على الصليب.
مأكدة لا. دخيلك بونا، أنا طلبت منه وهو عطاني النعمة. بس يا بنتي لازم نعالجها. منجرب نعالجها، إذا صحت بيكون هو بده هالشي، وإذا ما صحت بتكون نعمته عم بتزيد. خبرتيني من كم يوم عن حكيم قرايبكم ببلاد البترون، شو قلتي لي اسمه؟ يوسف أفندي راجي، حكيم شاطر ومعه شهادة، هو يلي بحكم العسكر بالبترون. اكتبي له أختي أرسلي خليه يجي يشوف عينه لأختنا رفقة، لحكيمة طرابلس ولد ويد بونا مخيل عطت نتيجة. كمان بونا مخيل معروف له؟ بونا مخيل ما عارف شو قصة عينه، بس بيظهر بونا مخيل عرف قلبها لأختنا رفقة. كل ما بيبعت بيسأل عنا بيقلي كيف الراهبة القديسة. سمعت سؤالي حكيم يا ما بكرره؟ سمعته. والجواب؟ محتار وما عم صدق. يا حيرني معك يا طمني. يا أمن الرئيسي، اللي قدامك يوسف راجي شايف بحياته مرضى وموجوعين وجرحى، بس ما بحياتي شايف إنسان بحالة الأخت رفقة وما بيقول أخ. كيف يعني؟ الوجع اللي عم تتحمله بسبب عينه ما بينوصف. بونا مخيل كان عارف. وما قال لك؟ راهب القديسة. لازم تبعتيها على بيروت. حكيم، هالعين في منا أمل؟ ما في منا إلا الوجع. إذا يا رب تسمحني، إذا عملت لها عملية وريحتها منها ترتاح. بخاف إذا انطفت بالمرة ينتقل الالتهاب والوجع زيته للعين التاني. لكن ببيروت شو ممكن يعملولها؟ بلكي بالكلية توصلوا لطريقة نحن ما منعرفها. أختي رفقة روح ارتاحي، ما أنت مريضة أكتر مني. بكرة بترتاحي مني وبرتاح منك. عمك صالح أخدك عميد. ترجيتها لأمن الرئيسة، قلت لها ما بدي روح، رايحة بأمر الطاعة. خير ما عملت. لكن تبقي هون بهالسقعة وديل مفاصل؟ الحكيم قال يمكن تتكرسحي. خوجة صالح دومت رح ياخد اختي ارسلي عمعيت، طلبت منه يوصلك عجبيل. بتروحي انت والاختي مسيحيه لعلبونا قصفين صقر على القنطش، وهو من هونك بياخدك على الكليه ببيروت. ولشو كل هالتعب؟ انا راضيه. بس نحن مش راضيين. اختي رفقه، مش كل ما بدي مني شي بدي اقلك بامر الطاعه. شو اختي مسيحية؟ انت شو عم يوجعك؟ انا ماشي. ما بيصير تيحقلك تطلعي بهالطنبر معي ومع اختي ارسلي، لازم يكون في شي عم يوجعك. انتو عم توجعوني، موجوعة عنكن. اختي ارسلي ما تحملي هم، بكرة كم يوم بمعيد وبإذن الله بتصحي. هويت معيد ما في منن. بتوصيني بشي من معيد؟ اي. بتسلمي لي على مريم اذا كانت بعدها عم بتعلم، وأنا متأكدة إنه بعده. وإذا شفت خواجة أنطون عيسى وليلو بتسلم عليك، وبتقلك إنه التالت اللي كان مع مرمطانيوس ومرجيريس هو مرسمعين العمودي. أنت قوليلو هو بيفهم. هو فهم وقتها، أنا ضليت كل هالسنين هلأ فهمت لما خبرتيني عن الحلم. وليش ما خبرتيني وقتها؟ لو خبرتك وقتها كنت قلتي مين هالراهبة اللي مبلشي حياة الرهبانة بالكبرياء.
يا أختي رفقة، الحكيم الأمريكاني مش كل يوم فينا نحصل عليه. اليوم هون بكرة مش هون. أمنا الرئيسي بعتتني على بيروت، إذا عملت العملية هون بكون عم خالف تعليماته. هو قال لما فحصك إنه في مثل قشور على العين، عاملين غشاوي، إذا بينشالوا بترتاحي. أمنا الرئيسي قالت لي بتروحي عجبال وبونا قسطفين بياخدك على بيروت. وبونا قسطفين هلأ عم بيقلك إنه هالحكيم الأمريكاني مستعد يعمل العملية بجبال. أخت مسيحية قولي له. أنا ما بقدر، كتبت لأمنا الرئيسي استأذنها بعد ما وصل الجواب. من هون تيوصل الجواب يكون الحكيم فل وانت طولتي عذابك. عذابي؟ أي عذاب؟ يا أختي رفع، رئيسي بعتتك لعندي يعني سلمتني مسؤوليتك، يعني أنا بقوم مقامها، وأنا بسمح لك وبأذن لك وبطلب منك تعملي هالعملية عند الحكيم الأمريكاني. إذا هيك لمجد ربنا، بس إذا ضحكت وقت العملية ما تزعلوا مني. تضحكي؟ بس اسمع، هالحكيم الأمريكاني عم يحكي بلغتنا، ما فيي ما أتبسم. طمني بالك هالمرة ما رح تسمعي، ما أنت بتكوني تحت تأثير البنج. لا، إذا بدكن أقبل أعمل العملية هون عندي طلب واحد، ما بدي بنج. شو ما قدرتي يعني اعطيها بالبنج؟ لا. والحكيم لما حكيها بالعربي عن البنج تبسمت وطلعت فيي، تبسمت لها غصب عني. يا بونا انا كثير خايفه، وهي ولا كانه رح تعمل عمليه لعينه وبلا بنج. شو سر هالرهبه؟ ليه عم تفتش عن الالم؟ لما سالتها مره قالت لي يمكن الالم يخلص نفوس اكثر من ابلغ وعظه. شو فاضل؟ يلا جيد جيد. سكرتي لي شبيبيك؟ نعم. خايفة عليها لحظة انه عينها التانية عم تبلش تورم مثل ما كان عم بصير بهيدي. تخيلك يا أمنا الرئيسي، يعني معقول يصير فيها مثل ما صار بالأولى؟ مش عارفة شو لازم أعمل، لا قادرة أعرضها لعملية تانية ولا قادرة أتركها هيك. لازم ننقلها بالشتاء على الساحل، البر بمرس معين أكيد رح يضرها. فإذا حضري أمر الطاعة. تخيلك شو فيلي إذا بعدها بأوضتها. قلت لها خليكي مرتاحة بأوضتك، بس حسيت إنه نطرتني تفل، مدري شو ناوي تعمل.
روحي شوفيها. مارينا دعسي دعسي كملي طريقك، بس هلا لما مسح ما ترجعي من هون احلى ما تنقشي لي المطرح. ما بدي كمل طريقي لمطرح، انا جاي اشوفك. ها بنقلت لك ارتاحي. مرتاحه؟ ارتاحي بفرشتك، ربنا عطانا الصحه تنرتاح بالفرشه. الشغل اختي مارينا بجوهر الانسان وبيطهر النفس، البطاله من الشيطان والشغل عباده. ابن الرئيسة قالت ترتاحي. هي قالت هيك؟ نعم. أول مرضيتي مبين. شايفة هالعصا اللي بإيدي؟ مش أنا بحركها مثل ما أنا بدي؟ راهبة لازم تكون بين إيدين أم الرئيسة مثل هالعصا. سيدنا البطرك الحج والرئيس العين مرتين والسهرانين على الرعية. تأسيس داير بمنطقة مثل بلاد البترون قرار ضروري ومهم. والله يبارك بخيي الخوري غناطيوس يلي تعهد يبني، ويبارك بالخوري حنا بصلوس يلي وهب الارض بجربتها. اكدي انا مبسوطه انك رح تكوني اول رئيسه هالدير. الله يقويك يا ام ارسلي، ياخذ بيدك بهالمسؤوليه. صلي لي امنا الرئيسه. سيدنا البطرك سمح بنقل 5 رهبات غيرك من عنا تيكونوا هن المؤسسين، مين بتختاري؟ يلي حضرتك بتختاريهم كلهم فيهم الخير والبركة، بس امنا الرئيسة انا في اسم بتمنى انه يكون بيناتنا بالدير الجديد، اختي رفقة. اختيار حكيم وموفق. اختي رفقة خمير مقدسة لتخمر العجنة الجديدة. هيدي احلى كلمة. نحن بحاجة لفضيلة اختي رفقة لخبرتها بالتعليم والحياة المشتركة. ام ارسلي الله يباركك، أنا بعرف إنه اختيارك له علاقة بتخفيف أوجاعها. بركي مناخ الساحل بلاوة معينة. ومين رح تبعتي معي كمان؟ الأخت المسيحية المتينية. وجودها بدار جديد عم بيتأسس كتير ضروري. لما بيعرفوا الأهالي إنها كانت درزية وصارت راهبة، بيعرفوا إنه الرب ما بيفرق بين ولاده. معك حق. ومين رح تبعتي معي كمان؟ الأخت مارينا الكفيفانية. الأخت أنجليكا الحلتوية. والأخت تقلى المعيدية. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب بارك هالدير، بارك عبيدك الراكعين قدامك، أعطينا القوة والإيمان تيكون هالدير شمعة جديدة تنور طريق الناس ليهتدوا لطريقك.
يا مر يوسف، أعطينا القوة نضل نقول مثلك لتكن مشيئتك. يا يسوع، أنت اللي استجبت لصلاتي وسمحت لي شاركك بشوية من ألامك، كمل نعمتك. أنت بتعرف أني ما طلبت الألم تقرضي أنانيتي. اسمح لي أتألم بعد، واسمح لألامي تكون رمز المحبة اللي بتقوي. اسمح لي تكون مشاركة بألامك على الصليب. أختي مسيحيه؟ نعم ابن الرئيسي. خبريني كيف عم بتدبر أمورها أختي رفقة؟ ما كأنه تغير شيء، انطفت عينها التانية بالمرة وما بترضى إلا تشارك بكل الشغل. تبهولة أختي مارينا مش عم تتركها. الله يعطيها الصبر تتقدر تتحمل. خي الخور غناطيوس خبرني إنه أهل الجوار بس بدهم يخبروا عنا، يخبروا عن الراهب القديس اللي عم تتعذب. شو قولك بتحكينا؟ بس يقولوا لمريم جاي من معاد رح تجي ركض. بيقولوا عم تتعذب كتير. طول عمرها تصلي ليسوع المتألم. إذا عمية بالمرة حرام نعذبها لهون. رهبت الاستقبال قلت لنا انطروها هون، يعني معودة تطلع وتحكي مع الزوار. وكيف إذا كانوا الزوار أختي مريم؟ ليه عم تطلعي فيي كأنك شفقين علي؟ اشتقت لك. كيفك؟ كتر خيره. نعم وغمرتني. وانت؟ ما تركت معاد ولا مدرسة معاد، وفي معي صبايا جايين يزوروا الدير ويشوفوك. يشوفوني؟ يا من رب داعيون. تعي قعدي. طالما الواحد قادر يمشي يمشي. مين بيعرف ايمتى بيقعد عطول؟ وانا حس انها دعوتي، بس مرات بصير اسمع اصوات بتقلي لا. يا بنتي المبتدية ما لازم تفتح دينيها الا الكلام الانجيل والسنكسار وكلام الله والقديسين، وبعدين تسد دينيها لحتى يضل هالكلام يلعب هون. اخت رفقة، بيقولوا انه الابتداء اصعب شيء وبعدين الرهبة بتتعود. يا بنتي المبتدية لازم تنسى اهلها وكل العالم، تتحد بربنا وحده، وكل صعوبة بتزول إذا تركنا أمور هالدنيا. لازم نفوت على الدير بالروح، لأنه إذا ما عملنا هيك للمبتدية بترتاح وللرهبة اللي بتقعد سنين بالدير بترتاح. يا بنات يمكن تعبتوها بسؤالاتكم، سبقونا صوب الدير ونحن رح نرتاح شوي هون ومنلحقكم. شو كان قصدك؟ بشو؟ هيديك المرة لما نقلتي ولا الراهبة اللي بتقعد بالدار سنين بترتاح. صحيح أنا رجعت للحياة العلمانية، بس مش الجسد هو اللي كان تعبني بحياة الرهبة. سامحيني أنا ما قصدتك أنت، كنت عم جرب قلهم قدي غلط التفكير إنه الرهبة بتقبل حياة الرهبة لأنها بتتعود عليها وما بيعود عندها شي تاني. لازم يفهموا قبل ما يفوتوا على الدير انه كل يوم بحياة الراهبة في ذات الصعوبات وذات الألام. كل يوم بسأل حالي اذا كنت اخطيت لما انتركت. اختي مريم. نعم مريم، خليتي اسمك مريم، ما رجعت لاسمك العلماني. لا ليه؟ ما بعرف. خليتي اسمك وخليتي رسالتك وضليتي بين الناس تعلميهم ترشديهم تصلي معهم، واهم شيء ضليتي قادره تربي صبايا يسمعوا صوت الله لما يدعيهم على الدار.
وبتسألي إذا خطيتي. يمكن اللي حدك خطيت هي وبتداير أكتر منك. أنت؟ أنت بتعرفي شو عم يحكوا عنك بالجوار؟ مش هيدي غيتي. بتعرفي إنه ألامك والأخبار عن عينيك والدم اللي عم تخسريه والأوجاع اللي عم تتحمليها هي اللي عم بترد كتير من الناس للصلاة؟ هي اللي عم بتغذي الدعوات بين الصبايا؟ إذا كان هيك بيكون ربنا عم بيوجه هالألام للطريق يلي تمنيتها. أخت رفقة، بتعرفي بعد ما تعودت أحكي عنك بهالاسم. وأنا ما تعودت عيطلك إلا أختي مريم. أخت رفقة، ليش؟ ليش طلبتي تتألمي؟ أنا بعرف إنك أنت اللي طلبتي، بعرفك منيح، كنت أسمعك لما كنت تصلي على العيلة بمعاد، وكنت حس فيكي لما كنت تصلي بقلبك. ليش ما بقيتي راهبة مثل كل هالراهبات؟ فاضلة، تقية، بتشتغلي وبتصلي. بكل هالشغلات كل الرهبات رهبات أكتر مني. ما كان قدامك غير الألام تطلبيها؟ بهالحياة الراحة ما إلها معنى. يا العذاب يا الموت. شو عم تستفيدي؟ أنا؟ كتير. مش أنت قلتي إنه أخبار وجعي عم بترد الناس للصلاة؟ بس هيك كتير كتير. صلي لي يا مريم، صلي لي تيكون هالألم يلي عطاني نعمته بعده بأوله. أختي رفقة، شايفتك موجوعة. أشكر الله. ما تخبي علي. جنبي حاسة بوجع قوي كتير، كأنه أكتر من حربة عم تغرز فيه. وأجلك صبيع جري مش حاسة فيهم، كأنه عم يتقطعوا. أختي مسيحية، أختي مارينا، ساعدوا أختي رفقة تروح على أوضتها. من بعد إذنك خليني هون تخلص البيئة. ما عم صدق عيوني، كيف قادرة هالرهبة تتحمل؟ مكرسحة مخلعة كلها سوا، عظامة مش مطرحة، ورك اليمين مفكوك، وإجرة لا بتتحرك ولا بتطوي. والعمل؟ الطب يا أمنا الرئيسية له حدود. وكل يوم عن يوم عم بكتشف مصيبة جديدة. أختي مارينا مش عم تتركها. الله يساعدك ويساعدها. بخدمها بعيوني، بس متمنية شي مرة تقلي أخ موجوعة. كيف؟ معقولة؟ وحدة بحالتها لازم تصرخ ليل نهار؟ وهي ليل نهار هادية مبتسمة، مرات بتتسلى بشغل الصوف. صوف؟ قالت لي بشكر ربي انه خلي لي ايدي منيح حتى ما بطل شغل. امنا الرئيسي، قولي لتصلي لي.
من دون ما قلها عم تصلي لك. امتى بتريديني ارجع؟ ان شاء الله ترضى. لما قلت لها جاي الحكيم يشوفك قالت لي عمية وختيارة مثلي، شو بعد بدها بالحكيم؟ تركيني اتألم مع آلام المسيح. بخاطركم. كلنا منعرف كيف صارت حالة أختنا رفقة، وأنا عارفة إنه كل وحدة منكم مستعدة تخدمها بعيونها. كل ما طلع عندها على الأوضة بتكر دموعي وبسكت ما يفضحني صوتي، وهي حاسة بكل شيء. أنا بشعر إنها بتبتسم حتى تخفف عنا، كأنه نحن الموجوعين. أمنا الرئيسة تأذني لي أحكي؟ تفضلي. أنا صار لي هون شهرين بالابتداء وحاسة إنها نعمة من ربنا كون بيناتكم، وأشهد حالة الأخت رفقة. أليمة وصبرة وصلاطة عم بثبتوني بدعوتي أكثر وأكثر. حكمة ربنا، يمكن لهيك استجيب لطلبها، خليها تشاركه بألامه. بقدر ساعد واهتم فيها؟ كلنا مستعدين نهتم فيها ومن كل قلبنا، بس اختي مارينا مش عم تخلي دور لحدا. هيدي اختي مارينا. استفقتي لها؟ ما بعرف كيف بدك فيها، سنين عم تخدم هالختيارة العمية المكرسها. تعبتك بالحكي. قلتلك ما في شي بحياتي يحرس تخبره. اشتقتي لها؟ كل ما اقعد بعيد عنها بحس بالذنب. عادي، هي كمان اشتقت لي. أختي مارينا، بدك شي؟ ما عاوزة شي. أنت بتغسلي إجريكي؟ مأكدة. ليه هالسؤال؟ زعجتك بشي؟ خدمتيني سنين وتعذبتي معي سنين. إذا بتجمعي كل الميات اللي مغسلي فيهم إجريكي مستعدة أشربهم، تقلك قدي أنا ممنونتك. مين قالك؟ شو؟ إنه جاي ابن عمي يزورني. ابن عمك؟ الوجع اللي بيسبق الدم تعودت عليه، صار ابن عمي. كل هالدم يلي بينزل منك ثلاث اربع مرات بالجمعه منين؟ نشب جسمك، ما في الا هالوجه الحلو بعد مثل ما هو. براسي في مخزن دم، هو اللي عم بيوجعني. قدي انت موجوعة. ما هجروحات المسيح الزل. وصل. قربي. عمالكم كتر خيركم كتر خيركم. على شو؟ بني آدم تقيل يا أمنا الرئيسة. أنت بركتنا، بركة لدائرنا. أختي مسيحية بكيانة؟ خلينا نصلي. يا يسوع المصلوب،
بالجرح المقدس بإيدك اليمين. قوي إيماننا. بالجرح المقدس بإيدك الشمال. قوي رجانا. بالجرح المقدس بإجرك اليمين. قوي حبتنا. بالجرح المقدس بإجرك الشمال. ثبتنا بالطاعة. بجرح قلبك الإلهي. اغفر خطايانا واعطينا نعمة الثبات. آمين. أمنا الرئيسة، والجرح السادس شو بتقصدي أختي رفقة؟ ما تنسوا الجرح السادس، جرح كتف المسيح يلي حمل عليه صليب خطايانا التقيل. جرح وجعه كتير بس تحمله لأنه بحبنا. يا يسوع، بجرحك السادس أعطينا نعمة الألم تنحمل معك، ولأنه جزء بسيط من خطايا العالم. آمين. آمين. آي. رابو روما واشفق علينا الحلو. ختيارنا، جاي خبرك انه اختي مارينا رح تطول الغيبة عليك اليوم. تعرفي اليوم عيد القربان المقدس والقداس بطول شوي. بكي شي اختي رفقة؟ امنا الرئيسة، يا ريت بقدر اقدس معكم ولانه بهالعيد. اذا قادرة تقعدي بخلي الرهبات يحملوك على الكنيسة. مستحيل إمنا الرئيسة. خلص أختي رفقة، معلش أعود مش عم فيك تقعدي بالفرشة. هلأ بيجي بونا دانيال بعد القداس بناولك مثل العادة. يسوع، عيد القربان عيد ألامك وموتك تتحمل خطايانا، عيد محبتك لألنا، ما تحرمني روح عيدك ببيتك.
دخلت بيتك يا الله وفي هيكلك سجدت، فيا ملك المجد اغفر لي ما خطئت به إليك. جسد سيدنا يسوع المسيح يعطى لكم لمغفرة خطاياكم وللحياة الأبدية. بعيد القربان انتو شفتوا بعيونكم، ما كنا بحاجة نشوف. حنا نعرف أختنا رفقة، حابة أعرف كيف بيكونوا القديسين إذا ما كانوا هيك. مشكلنا ربنا رح يعطينا نعمة نتألم مثله، مشكلنا منستاهل. بس فيي أسأل، نحنا الرهبات ما منقدر نميت جسدنا أكتر؟ منقدر نلبس المسح؟ ربنا ما بيطلب من الإنسان، إنسان هو يلي بيعطي الرب بكل إيمانه وقلبه، بمسح أو بغير مسح. الأصل الإيمان. يعني في رهبات لبسوا المسح؟ لبسوا المسح وأقسى من المسح، بس ما حدا عرف هالشي إلا لما ماتوا. يا أختي القديرة ببلادنا مليانة قداسة، بس أقدس قداسة بالقلوب مش بالمظاهر. من الرئيسة
واختي انجيليكا واختي مسيحيه. بعد ما تعودتي علي من مرسم عين المر يوسف مش بايدي. منين بتعرفينا اختي رفقة؟ من الريسي من ريحة المحبة. واختي انجيليكا بتحط ايدها على التخت اول ما تفوت. واختي مسيحية من دمعة السخية. ما بتتمني شي من هالدنيا؟ من هالدنيا ما ناقصني شي. انتو خياتي حدي وبخدمتي. ومثل ما قلت له هديك المرة للزاير الرسولي بونا جالون والمرشدنا، أحسن من هيك شو بدي؟ ملكة الأنكليز مش مثلي. ما بتتمنى ترجع تشوفي تتفرجي على دايرنا الجديد وعلى المناظر اللي حواليه؟ إذا بتمنى أشوف بتمنى أشوف لمدة ساعة. ساعة بس وترجعي عمياء؟ ساعة بس وما بدي شوف لا الدير الجديد ولا المناظر. ساعة بس تقدر شوفك من الرئيسة، شوف هالوجه المحب اللي اشتقت شوفه. غلبتيني اختي رفقة. غلبتك وشفتك. نعم شفتك. أنا هلأ شايفتك اختي رفقة. حكيني جد جد. تمنيت شوفك. عم شوفك. إذا عم تحكي جد اطلع منيح وقولي لي شو في على ظهر الخزانة. الكتاب المقدس، كتاب مروج الأخيار والأنديل. وأحلى ما تفكري إني بعرف هالشي من قبل. قربي صوبي. شايفي هالملحفة؟ في عليها بقعة هون وبقعة أغمق هون وبقعة زهر صغيرة هون. بيظهر الدم ما بقى عم بيروح عن الغسيل بسهولة. صلينا المسبحة وشلت نظري عن وجهه. كل دقيقة عم بشع أكتر، عم بنور وبسمته عم تشع فرح. أختي رفقة، أختي رفقة. أختي بعدك شايفتيني؟ لا. صلينا المسبحة وين كنت؟ كنت مع ناس كتار. فتنا على دار واسع بسقف عميل مع نور. دار واسع كلها حواض مي من أبدع ما يكون. وناس كتار. أنا كنت فايتة معهم.
لو بتعرفي قديش كنت مبسوطة. كنت حاسة حالي عم طير. وليش رجعتي؟ حضرتك ناديتيني. رجعت. كمان اليوم سألت عن اللي شفته. حكيت ذات الشيء. قالت لي يا ريت فيي أعبر لك عن السعادة يلي كنت حس فيها. دخيل اسمه ربنا عم بعيط له، عم بخليها تشوف الخراف يلي عن يمينه. صايرة عم تحكي وتغيب. يعني قربت تتركنا؟ إذا هيدا هو التفسير بتكون قربت ترتاح راحة يلي بتستحقها بعد كل هالعذاب. أنا رايحة لعندها. أنا بروح أختي مارينا، ما بدي أتركها بهالمرحلة. ابن الرئيسة بك شيء؟ لا. ليه؟ حسيت نفسك تغير. عم ببلع بصعوبة، يمكن زلعيمة ملتهبين شوي أو الحبة يلي برقبتي. شوفي الحكيم. حاضر. تعبانة؟ خايفة؟ من شو؟ من الموت. اللي زمان نطرته ربنا حببني فيه كتير. بتحب عيط لابونا دانيال يمشحك؟ يا ريت. انا بروح. تبهوا لبعضكم، تبهوا الاخت مسيحيه. ابن الرئيسه حب يودع خياتي. انا بعيط له. مارينا، كتر خيرك، عذبتك كتير قدام اللي انت تعذبتي. ما في عذاب. أنا طلبت من يسوع وعلمتينا نتمثل فيكي كل وحدة قد ما بتقدر. لبستي المسح؟ أختي رفقة، رفقة أي لبست المسح، حاولت أتشبه فيكي،
بس ما خبرت حدا غير امنا الرئيسة. انت علمتيني، علمتينا كلنا قيمة الألم. قبلك كنا نقبل اندوراتنا، الفقر، الطاعة، العفة. معك تعلمنا قدام مهم نشارك ربنا بسر الفداء. معك صار الألم غذاء روحاني. رفقة، انت روحنت الألم. بشكر ربي اللي خلاني اعيش حدك. صلي لي تضل حدك بالدار الواسعة الحلوة يلي خليك تشوفيها. أختي مارينا، حدك. أختي مارينا، كتر خيرك، تحملتيني. كتر خيرك أنت، علمتيني. عرفت اني انقبلت للنذر؟ سألتني عنك، خبرتها، بس ما بعرف اذا سمعتني. عم بتغيب وتوعى، اوقات بتحكي اوقات كتير بتسكت. بعد غيبة؟ غيبتك المقلة عم بتطول. وصل بنا دانيال. ناطرك. بونا، انت بتكون تعبان، روح ارتاح. خيتي معي. من الرئيسة خيتي هون. كلهم هون. خليني ودهم. في دموع كتير.
إذا كلكن عم تبكوا منين بدي أعرف أيكن أختي مسيحية؟ اغفروا لي. صلي لنا انتو صلوا لي صلي لي. مبروك النذر، الله يسلمك. ربنا بحبنا، وليل بضل معنا يبارك دايرنا. الله يقويك، الله يأجرك. كتر خيرك يا حنوني، يا من ضاق علي يمكن صار الوقت. أختي رفقة، إذا حسيت إنه بدك ترجع تغيبي شدي لي عقيدة علامة التوبة، بيعطيك المرشد زوادة والبركة الأخيرة.
يسوع يا أمي يا مار يوسف. سلم تكون روحي. المسيح يلي حبيتيه لدرجة إنك طلبت ألامه وحبك لدرجة إنه شركك بألامه يعطينا النعمة إن نحب مثلك. ربنا يثبت نفوسنا بالفضيلة مثل نفسك وينقي قلوبنا مثل قلبك. يا رفقة يا شمعة ضواك الألم، بشكر ربي إني تعرفت عليك ولقيت بنورك طريقة. من مار سمعين القرن لمار يوسف الظهر طريق الجلجلة طويلة. أذكرها يا رب عندما تأتي إلى ملكوتك. نيال اللي عاش حدك، نيال اللي تبارك بمعنى وجعك، نيال اللي رح يلحقوا دربك ويمشوا وراك. أنا ابن الرئيس. علاش أختي مارينا؟ ما في أحكي، راسي عم يجعني. جايبت لك كبات الحليب
ما بقى في ابلع الحبه يلي برقبتي صارت قد الجوزه. عذريني قولي لخيتي ما حدا يدق علي الباب. خدي تراب عن قبر رفقة ودهني رقبتك بتصحي. ما قالت لكم اختي مارينا ما حدا يدق علي الباب. خدي تراب عن قبر رفقة ودهني رقبتك بتصحي. بكرة الصبح أختي مارينا إذا ما حدا منكم دق علي وحكاني مين لكان؟ أختي مسيحية رح تجيب لك تراب عن قبل رفقة. أختي مارينا مين اللي حكاني؟ ابنة الرئيسة شربتي بسهولة؟ موجوعة؟ أبدا الحبة مش حاسة بوجودها. راحت لمن لم يروني وآمن. خيي لوين؟ مطرح ما انتوا رايحين عقبر اختي رفقة. الراهبة قديسي يا اختي قديسي. عرفت شو صار معي؟ أنا شفت شو صار معي. امبارح كنت بأوضة الزوار. قلت أقرأ قبل ما نام. وأنا عم بقرأ انتبهت إني قاشع كتير منيح. وإنه الضوء اللي مضوى الأوضة منه جاي من القنديل. التفت لقيت نور جاي من هالصوب. ظهرت لشوف اختفى فجأة. نور سماوي يا أختي. نور سماوي. نور سماوي. تراب مقدس باسم كل هالناس اللي آمنوا بيسوع المسيح اللي تألم لأجلنا على الصليب. بقدم الشكر والصلاة لرفقة يلي طلبت تحمل مع يسوع جزء من ألامه لحتى تعلمنا أنه المحبة هي الفعل الأكبر، هي حياة الأرض، طريق السماء، النور يلي بيضوي الطريق. أسمعك هامسا يا إلهي في
في جمال الزهور وتناسق الألوان في الصوت في الصمت وتناغم الألحان. أسمعك جمال الزهور وتناسق الألوان في الصوت في الصمت وتناغم تناسق الألوان في الصوت في الصمت وتناغم الألحان. دعني أتخلى عن كل شيء، أناجيك فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إلي. أسمعك هامسا يا إلهي في جمال الزهور وتناسق الألوان في الصوت في الصمت وتناغم الألحان. أسمعك هامسا يا إلهي في جمال